السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف في ديزاين بلدر ازاي نعمل السي اف دي. هقول نبدأ مشروع جديد. خلونا نرسم مبنى صغير خالص. بقول له التايب بتاعي والجيومتري اوكي. هو محتاج جهاز قوي عشان تعمل موضوع السيف دي. اجي هنا اقول له انا عايز ارسم مثلا ريكتانجل، اهوت. وبعد كده هدخل بقى في خصائص السيف دي. هنا تبدأ بقى اشوف المعلومات اللي خاصة مثلا بالسيرفيس تمبريتشر، درجة الحرارة الداخلية والخارجية، والسيرفيس ويندو، والمعلومات الخاصة بالسبيسنج بين الاكس واي والزد. وبعد كده تدخل بقى في السي اف دي. بيسألك الاسم اللي انت عايزه، انت مثلا ديفولت جريد خليها سي اف دي. الديفولت جريد سبيسنج بين كل جريد وجريد، الجريد لاين ميرج تولرانس قد ايه، اوكي. ممكن اقول له اظهر لي ال سي اف دي جريد بالشكل دوت. اظهر لي الجريدات كلها، وهنا تبدأ تختار الاتجاه اللي انت عايز تشتغل عليه. طيب خلينا نبدأ نقول له احنا عايزين نعمل الحسابات بتاعتنا. ممكن اقول له ظهر لي هنا المعلومات شو زي في دي جريد. يبدأ بقى يقول لي الاناليسيس اسمه ايه، الدومين اسمه ايه، النمبر اكس والنمبر واي سيلز والماكس. ممكن تصدر المعلومات دي لو انت عايز. دلوقتي هقول له ابدأ اعمل لي الابديت كالكوليت داتا. اقول له بعد كده ستارت سي اف دي كالكوليشن، تمام. هيبدأ بقى يعمل لي الحسابات بتاعتي. هقول له ستارت، ده الاسم بتاعه، وهنا الخصائص بتاعته، سيرفيس ترانسفير، اقول له كالكوليت الانيشال كونديشن، السيل مونيتور. اقول له ستارت، بس احذركم يعني هياخد وقت كتير جدا. هوقف الفيديو وبعد كده نكمل ان شاء الله، تمام. يعني ممكن بياخد 2 3 ساعات في الحته الصغيره اللي احنا رسمناها ديت، تمام. يلا بسم الله. بسم الله، اخيرا خلص، تمام. كنت انا اتفرجت على الفيلم ودخلت نمت وخدت دش، ويعني ما شاء الله. يعني في الاخر هيقول لك ان هو فينيش، خلاص خلص. وتقدر من هنا تختار برضو اي حاجه انت عايزها، البرانتر مثلا، تمام. دلوقتي هقول له كلوز والنتيجه هيت. بعد كده اقدر اجي هنا اقول له انا عايز القطاع select سي في دي سلايس. هيبدأ يجيب لي التحليل ويجيب لي الفلوس هيبقى قد ايه، وفي ليجند يوضح لي الحاجة هتبقى موجودة ازاي. طب لو انت عايز تغير تقول له انا عايز اوسع في الاتجاه دوت، فيقدر يجيبه لك. ممكن تقول له شو جريد، تمام. تقدر تقول له اديني ال velocity temperature وهكذا، تمام. بس هو تقريبا الجهاز خلاص جاب اخره.